بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أخواتي الفاضلات، إخواني الأعزاء، موضوعنا اليوم كيف نقاوم الحزن الذي قد ينتابنا خلال هذه الفترة العصيبة، ألا وهي الحجر الصحي. أولا، لا بد أن نشكر الله عز وجل على نعمة الحزن، لأن لولا الحزن ربما لم يلجأ إلا الإنسان إلى ربه عز وجل، فهو ابتلاء وجند من جنود الله يسوقنا إلى الله عز وجل، فنحمد الله على هذه النعمة، نرضى بها ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. وكما تعلمون كذلك أن السعادة هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، فالإنسان في هذه الفترة لا يستطيع إلا أن يواجه واقعه وحقيقته ونفسه. قبل هذه الفترة كنا نفر إلى هموم الدنيا وإلى الأشغال وإلى الأعمال، ولكن هذا الحزن يظل دائما ساكنا فينا، نوع من الحزن الدائم، والذي في الحقيقة مرده تلك الصدمة الكبرى التي عشناها لما فارقنا الجنة ونزلنا إلى الأرض. ظل ذلك الحزن يعني بصوت خافت يئن في داخلنا، وذلك الحنين إلى الموطن الأصلي دائما يسكننا. فعلى كل حال، كيف نواجه هذه اللحظات من الحزن التي تنتابنا خلال هذه الفترة؟ وكما قلنا، أولا نرضى بما كتبه الله لنا ونشكر الله عز وجل، لأن كل ما يأتي به الله عز وجل فهو خير. فانظر، لما أصاب الحزن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فالحزين كالمريض، سبحان الله، يكون قريبا من الله عز وجل، وتجده كالغريق يبحث عمن ينقذه، تجده متواضع منكسر ضعيف. وكما قلت لكم من قبل، قال: أين تجدني؟ قال: تجدني، لما سأل أحد أو ربما نبي حكاية، نبي أو صالح، قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم. فمن ثمة، من وجه، الحزن خير وإن كان يبدو مؤلما بطبيعة الحال. فنحمد الله على كل حال، ولنا في كل مصيبة تصيبنا حتى الشوكة أجر إن شاء الله. فهذا الحزن إذا احتسبناه لله عز وجل واستشعرنا أنه من عند الله عز وجل، نؤجر عليه إن شاء الله. هذا الأمر الأول. أما كيفية، أنا لا أريد كلمة المقاومة مسألة الصراع مع القدر وهكذا، لا، كما يقول إعلان الحرب على كوفيد 19، ولا، نحن نحاول أن نجد العلاج لهذا المرض، نعم، ولكن مسألة الصراع والقوة والقدرة ولن يقف ولن يصمد ونصمد وكذا، الإنسان لابد أن يتواضع، والذي ما زال يعتقد أنه قادر بعد هذا الابتلاء عليه أن يراجع نفسه. فنحمد الله عز وجل. إذن كيف الآن من خلال هذا الشعور الذي هو الحزن نولد السعادة؟ كيف نولد من المنحة محنة، من المحنة منحة؟ سبحان الله، الدنيا هذه مبنية على الثنائيات، الخير تجده في الشر والشر تجده في الخير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. فربما يسوق الله لك حزنا
بفضله تجد السعادة، سبحان الله. ونحن على أبواب يوم الجمعة، أفضل شيء يذهب الحزن كما تعلمون هو الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه، لما جاءه رجل قال له: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت. وكل مرة يقول له: النصف، الثلث، إلى أن قال له: أجعل إذن لك صلاتي كلها، أي دعائي كله وذكره كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذن تكفى همك ويقضى دينك، وفي رواية: يغفر ذنبك. الشاهد هنا تكفى همك، يعني همك الحزن يذهب بالصلاة على الحبيب المصطفى، كيف لا يذهب وفي القلب يحل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت فيهم بجسدك وأنت فيهم بروحك. فلما تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصلي عليك والله يسلم عليك. إذن أنت حزين أخي العزيز، وهذا يحدث لي ولك ولكل الناس، سبحان الله. آدم خلق من ضعف، فأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى، خاصة غدا يوم الجمعة، أكثر من الصلاة عليه يذهب الله إن شاء الله حزنك. تقول لي: والله ذكرت ولم يذهب حزني. أكثر من الصلاة، واصل، هو علاج يتطلب وقت معين، وإن شاء الله بطول الممارسة إن شاء الله وبالالتزام إن شاء الله تجد هذه السعادة، أو تجد هذا الاعتدال وهذا التوازن وهذه الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال مجاهد: ألا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب. في مرة من مرات أحد الأخوات حدثتني عن أزمة كبيرة تحدث، يعني حصلت لها، وقالت لي: ما هو الحل؟ قلت لها، ونحن هكذا نتكلم والحديث أخذ وقتا طويلا، قلت لها: الحل أختي. قالت لي: هل من ذكر يساعدني على الصمود في أمام هذه الأزمة؟ قلت لها: أكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما إن ذكرت اسم محمد حتى انفجرت بالبكاء. فقلت: الحمد لله، بدأ العلاج يعطي أكله. لما ذكرت وكانت سبحان الله قلبها منكسر ومتألمة وشديدة القرب من الله عز وجل، وجدت الكلمة موقعا في قلبها، فأخذت تبكي تبكي تبكي، وبدأ العلاج وينزل إن شاء الله الحزن مع هذه الدموع. فإخواني الأعزاء، نشكر الله عز وجل على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، والحزن من نعم الله عز وجل على عبده. سبحان الله، بعض الناس لا يحزنون، تجده قلب قاسي ولا يتألم، وليس ما عندوش كأنه ليس له إحساس. سبحان الله، إمام سيد قطب رحمه الله يقول: حياتك لا تعد بالسنين، ولكن حياتك تعد بالمشاعر. ما قيمة الإنسان إذا لم يفرح ولم يحزن؟ فعلى الحزن دلالة على رقة القلب، وعلى شفافية في داخله، فنحمد الله عز وجل على ذلك. فقلت: إذن نكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستشعرها، تخيله أمامك، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أمامك. فإن كنت لم تره في المنام، ونسأل الله عز وجل أن يرينا إياه في المنام، فتخيل هكذا هالة من النور أمامك، وأنت تقتبس من ذلك النور المحمدي. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رفقته في الدنيا وشربة هنيئة من حوضه يوم القيامة. وبهذا الشعور، بهذا الإحساس، بهذه الرفقة، سيذهب الله إن شاء الله عنك الحزن. وبطول التخيل وبطول استحضار صورة النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، تصير كأنك صحابي وكأنك صحابية، وكأنك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه معك، ومع طول الوقت لا تستطيعين أن تفارقيه يقظة ومناما إن شاء الله. كلما تغمضي عينك إن شاء الله ترين النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيلم بك حزن
أختي العزيزة وأخي الفاضل بعد هذا، نسأل الله عز وجل أن يسعدنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.